هنا عندك إذا كان الفعل منتهي بحرف واي، إذا كان الفعل منتهي بحرف واي وكان قبله حرف صحيح، نقلب الواي إلى اي ونضيف اي اس. مثلا لاحظ هنا تراي تراي تراي، نبات تلفظ تراي، الأمريكان لفظوها تراي بس هي تراي بالبريطاني. هنا بالأخير واي، الواي راح ينقلب إلى اي ونضيف اي اس. لاحظ ستادي، هاي احنا جدا نسوي الاس مال الشخص الثالث، اس الشخص الثالث نريد نضيفه للفعل. ستادي ستاديز، شوف الواي الى اي ونضيف اي اس. طيب اثنين، اذا كان منتهي بحرف واي وكان قبله حرف علة، هاي حروف العلة طبعا اللي يتذكرون هذا الشكل، هذا الشكل اللي هو شكل الوجه، حروف العلة لا تتغير عند الإضافة. مثلا عندك play plays، stay stays، y وقبل علة، قبل علة، buy buys، هذا الواي قبل علة، شوف هذا هذا من حروف العلة، حروف العلة وهكذا. 3، إذا كان الفعل منتهي بحرف e نضيف s بشكل اعتيادي، مثلا come comes، take takes. إذا كان الفعل منتهي بالحروف اللي هاي أصوات ش ش ز إكس إس إس، إذا كان الفعل منتهي بذن الحروف شنو راح يصير؟ نضيف شنو؟ نضيف إي إس للفعل وليس إس. مثلا teach teaches إي إس، wash washes، pass passes، لاحظ fix fixes، يعلم يغسل يجتاز، وعندك يصلح.